أذكر وأنا صغير كان عمي محمد الله يعطيه الصحة والعافية من أهل قطر، راوي وشاعر، وأذكر أنه قال قصة خوي الذيب اللي هو الشاعر فراج بالريف القرقح، جد شاعر نظم المحاورة فلاح محمد القرقح. فقصة يوم خوى الذيب، كان في بر وأنه كان يتعشى وشاهد الذيب وخذ بندقه وكانه يمكن بغى يذبح الذيب، بعدين شاف انه اكيد انه ما جابه الا الجوع، والذيب يدري بالانسان يدري والبندق اللي معه يدري ايه انها خطر، يقول انه عطاه ايده بجنبها او عطاه، المهم حذفها عليه، تعشى منها الذيب، يقولوا دق ذلوله وراح انت يا بالريفه، يقول صار الذيب يحوفه، صار اللي زي اللي معه خاوة زي خوي إيه، وهو ماخذ نحذره منه أنت يا بالريفة ذيب ذيب مخاوي ذيب إيه أي بالله، يقول أمخذ ولا في آخر الليل أو بداية الصباح، يقول له صوت البل دبك البل وهجيج البل، شوي يقول له ذا البل ولا ذا بحيرانها وجايته، إلا الذيب ذا هي تلحق الذيب، أثر الذيب خذ له بو بو ناقة، البو اللي يحطونه خابره أنت أبو سعد الجلد، الله الله يحطونه من الجلد من الجلد، يحطونه على اللي ميت على أساس إن أمه ما صدقت إيه ما تحزن عليه وتصير خلوج خلوج، وبعدين ما عاد يجي منها الحوار فائدة. الميت يشيلون جلده ويحطونه على شيء، ما على حجر او على مركب ولا على شيء، على خشب او على شيء عشان تشمه وتبقى ريحته فيه. صدق. فهو خذ البو الذيب وجاه بلبل، الناقة اللي تبعت البو والبل تبعتها، ما اخذ الا جايبه البل، وهذا والله الخوي السنافي هذه والله من غرائب القصص. في قال انه بعد ما جاب الهلبل وراح صار يباريه معه ولا جاء يتعشى عطاه قسمه نية قبل ما يطبخ، يوم جاء حول عربه اللي بيجون من قبيلته، بقى الذيب تحت شجرة، يقول عند شجرة فوق الجبل، يقول وراح وخلها، يقول ما هو بجاي معه عند الناس، فيقول قص قصته على ربعه اللي هو من قبيلتهم، وقال ترى الذيب في وجهي يا جماعة لا حد يذبح، ترى الذيب في وجهي، يقول قام ذاك المقروط قال انت مهبول انت من جدك انت تتكلم تمزح ذيب ولا عندنا. ذيب تخاوي ذيب وذيب عندنا بياكل ما نمنح حلالنا وهو يروح والله الذيب وهو يرميه له وذابح، وجاء وعلمه ويقولون قام وذبحه تقاضى تذبح خوي وقام وذبحه وهج انت يا فراج جلع من ربعه